بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 41 بعد 200. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الهدى المحجرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. نبدأ هذا اللقاء برسالة السائل من الرياض ألف ألف، يقول بأنا شاب مسؤول عن عمال، وهؤلاء العمال يهملون الصلاة، وكم مرة نصحتهم يصلون ولكن دون جدول، يصلون مرة ويتركون مرة، مع العلم بأنني ليس معهم دائما فضيلة الشيخ، فهل أأتم بذلك وما توجيه الشيخ صالح في هذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. لا تبقهم عندك، إذا لم يلتزموا بالصلاة فإنك تنهي عقودهم وتسفرهم إلى بلادهم. أحسن الله إليكم. من تبوك السائل عين نون ألف، يقول أنا شخص أحافظ على الصلوات الخمس ولله الحمد، ولكن مشكلتي فضيلة الشيخ في الصلاة هو عدم الخشوع، فهل تحسب لي هذه الصلوات أو أعيد التي لم أخشع فيها؟ الخشوع ليس باستطاعة الإنسان، الخشوع شيء يجعله الله في القلب، ولكن له أسباب، وهو أن يتجنب المثيرات والمشوشات قبل أن تدخل في الصلاة، لهذا نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وهو يدافعه الأخبث البول والغاية حتى يقضي حاجته، ونهى عن الصلاة بحضرة العام الذي يشتهيه لا يصلي حتى يأخذ نعمته منه، يدخل الصلاة وهو مطمئن البال، ونهى عن الصلاة بقرب شيء يشوش عليه صلاته بأصوات مزعجة أو في شدة حر، مكان حار شديد الحرارة أو مكان بارد شديد البرودة، ونهى عن العدو في الإقبال إلى الصلاة إذا أقيمت، فإنه لا يسرع بل يمشي وعليه السكينة، فما أدرك يصلي وما فاته يقضيه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهو كذلك يتدبر القرآن ويحضر قلبه عند تلاوة القرآن أو سماعه من الإمام حتى يحصل له الخشوع، كذلك استحضر عظمة من هو واقف بين يديه، إنه واقف بين ملك الملوك، لا واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، عليه أن يستشعر ذلك. فلو كان الإنسان ولله مثل الأعلى واقفا بين يدي الملك من الملوك، ماذا يكون شعوره وتحفظه؟ كيف بالذي يقف أمام رب العالمين؟ عليه أن يعلم ذلك ولا يغب ذلك عن باله، يخشع بين يدي الله عز وجل. أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الثاني، سمعت بعض الناس بأنهم يقولون إذا اغتسل الواحد عن الجنابة وقرب وقت الصلاة عليه أن يتوضأ للصلاة. والفقرة الثانية، ما الفرق بين الغسل الواجب والغسل المستحب؟ إذا اغتسل عن الجنابة ارتفعت الجنابة فقط، يبقى عليه الوضوء عن الحدث الأصغر، إلا إذا توضأ قبل الغسل أو بعد الغسل وبقي على طهارته في اتجاه الوقت الآخر فيصلي، ولا حاجة إلى أن يتوضأ مرة ثانية، لأن وضوءه باق على حاله. أما لو اغتسل فقط ولم ينوي الوضوء عليه أن يتوضأ سواء بعد الوضوء أو عندما يريد الصلاة، لأن الحدث الأصغر ما زال عليه. نعم. أحسن الله إليكم. بدر سليمان يقول بالنسبة لحديث خير الأسماء ما حمد وعبد، ما صحة ذلك وما أفضل الأسماء التي يسمي بها الإنسان؟ ما حمد هذا غير وارد، أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، هذا الذي ورد الصحيح، خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. وأما محمد أو غيره من الأسماء فهذا لا بأس، مباح، واسم الرسول صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد، وأما أنه قال خير الأسماء فهذا لم يرد. أحسن الله إليكم. السائلة أم رام تقول بالنسبة للعرائس
وشراء ذلك للأطفال والبنات الصغار، ما رأيكم فيها فضيلة الشيخ؟ الصور لا يجوز شراؤها ولا تمكين الأطفال من اللعب بها، لأنها صور مجسمة، بل إنها صور أشد من المجسمة الماضية، لأنها تضحك وتتحرك ولها حركات كأنها أجسام حية، لا يجوز تربية الأطفال عليها، وإنما يعطون ألعاب ليست على شكل صور، على شكل صور حيوانات أو آدميين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أبو سمية يقول: فضيلة الشيخ، نحن في المناطق الباردة نستخدم السخانات لتدفئة الماء، وعند الاستحمام يصدر من هذه السخانات بخار كثيف وكثير جدا نظرا لحرارة الماء، فهل هذا البخار له تأثير على صحة الصوم إذا كان الإنسان في حال صيام؟ لا يؤثر على الصوم، لكن لا يقصد شمه أو دخوله إلى حلقه، يعني يتحفظ منه، ولو دخل من غير اختياره، دخل البخار من غير اختياره فلا حرج عليه. يقول أيضا في فقرته الثانية: كيف يكون تلقين الميت وهو عند الاحتضار؟ تلقينه بأن يقول عنده لا إله إلا الله، نذكره بذلك، نذكره بذلك، أو يقول قل لا إله إلا الله برفق، يقول هذا برفق، ويتحين الوقت المناسب الذي يكون فيه الميت عنده نوع راحة، ليس عنده شدة ألم، يقول له قل لا إله إلا الله، أو يقولها عنده سمعه إياها من أجل أن يتذكر. يقول أيضا هذا السائل فضيلة الشيخ أبو محمد: ما الفرق بين الحلم والرؤية؟ وإذا كثرت الرؤى عند الإنسان فبماذا يفسر؟ الحلم والرؤية بمعنى واحد، الحلم هو الرؤية، وكثرة الأحلام الغالب أنها وساوس وجزد أو حديث نفس فلا يلتفت إليها، لكن عليه عند النوم أن يقرأ آية الكرسي وأن يقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين ويقول الدعاء الوارد بعدها وينام على هذا الورد، فإنه حينئذ لا يقربه الشيطان ولا يحصل عنده أحلام مزعجة. يقول فضيلة الشيخ صالح: عادة عندما أشوف هذه الرؤى وكثرتها في منامي أذهب إلى أحد الإخوة ليفسر لي هذه الرؤية، ففي بعض الأحيان يفسر لي فيضيق صدري وأغتم، فبماذا تنصحونني مأجورين؟ إذا كنت تكره هذه الرؤية فافتنها واتركها ولا تضرك إن شاء الله، أما إذا كانت رؤية سارة لا بأس أن تسأل عنها أو تخبر عنها، أن الرؤية التي فيها تخويف أو تكرهها لا علاجها أنك تتركها وتكتمها ولا تضرك إن شاء الله ولا تفسرها. فضيلة الشيخ صالح، كثر في وقتنا الحاضر من مفسر الرؤى والخوف فيها، فما نصيحة الشيخ صالح الفوزان سلمه الله في ذلك؟ كثرت أشياء غريبة، كثرت الرؤية وصارت محلا للتكسب وجمع المال، ودخل فيها من لا يحسنها، بل دخل فيها من لا يصلي أو من عنده عقيدة فاسدة بحكم طلب الدراهم أو قصدا لإغلال الناس وإفساد دينهم، دخل فيها أشياء. وكذلك تفسير الأحلام لا بأس بأصله ممن يحسن تفسير الأحلام، لكن لا يتخذ هذا حرفة ويتخذ هذا عادة ويجلس للناس يفسر لهم الأحلام ويعطيهم هواتف، أو هذا أمر توسع في تفسير الرؤيا قد يخرجها إلى ما لا تخمد عقباه، وقد يدخل الجن والشياطين مع هذا الإنسان المغرور فيخبر عن أشياء من المغيبات عن الناس مثل ما حصل من بعضهم، هذا أمر يجب أنه يحد، يوضع له حد ويمنع من يتلاعب بتعبير الرؤى. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أبو سعد يقول: أسأل عن عدد الركعات الواردة في صلاة التراويح عن السلف، فبعض المساجد تختلف أن يصلي 23 والذي يصلي 13 ركعة والذي يصلي 11 ركعة، ما الوارد عن السلف في هذا الموضوع؟ الوارد عن السلف رحمهم الله أنهم لا يحددون التراويح بحد معين، لأن الرسول لم يحدد عليه الصلاة والسلام، بل حث على قيام رمضان ورغب فيه من غير تحديد، ورغب في صلاة الليل من غير تحديد، ولكن من أراد أن يطيل الصلاة فإنه يقتصر على 11 أو 13 كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ومن أراد أن